أهلي. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي أينما كنتم وبرنامجكم ملك وكتابة. الأهلي والعودة إلى المستقبل، فكل أحلام الأهلي هي واقع في مستقبله. إبراهيم، أهلا بك يا باشمهندس، أهلا بكم أعزائي المشاهدين، وكل سنة وأنتم طيبين. أول لقاء لنا مع حضراتكم بعد عيد الفطر المبارك، أعاده الله عليكم وعلى مصرنا الغالية باليمن والبركات إن شاء الله. الحلقة 678 من ملك وكتابة يرغب المهندس عدلي فيها للسفر إلى الماضي ولا المستقبل؟ شوف، أنا وإنت كنا بنجهز لحد مبارح قبل انعقاد مجلس الإدارة، وعاملين ردود على كل الإفتاءات والإفتراءات والأكاذيب والتجاوزات التي وصلت بعضها إلى حد التجرؤ، وعاملين حلقة فاهمين إن إحنا يعني هنرد بقوة جدا، ولكن ما أن صدرت قرارات مجلس الإدارة حتى تغير كل شيء، لأن ما حدث في هذه الجلسة التاريخية يفوق الأحلام بالفعل. بالفعل هي حزمة قرارات مهمة وتشكيلات تسافر بالأهلي إلى المستقبل البعيد بجد، وتحقق طموحات كبيرة جدا، وتعود بالأهلي إلى جذوره. بقول لكم يعني لما هتشوفوا ازاي النادي الأهلي بدأ وازاي امبارح قرر، هتعرفوا انه لا، ده حالة سابقة عصرها وأوانها بجد. لكن ملك وكتابة ابتداء من الحلقة اليوم 678 هيكون معادنا مع حضراتكم كل يوم اثنين من 9 ل 11 مساء على الهواء. يوم الخميس ان شاء الله حلقة الخميس هيكون فيها وقت متسع شوية، هتبدأ الساعة 10 وتنتهي في الواحدة بعد منتصف الليل، فيكون فيها جزء كبير جدا أو وقت متاح للمزيد من الردود على كل هذه الافتراءات والافتئات اللي ضايقتك الفترة اللي فاتت. لا، في يعني الناس بقت خلاص بتلعب على المكشوف قوي قوي قوي، وعارفه انها بتكذب وبتكذب، لان عارفه ان دي خطه وبدونها يعني مش هيوصلوا لحاجه، لانه لو اعتمدوا على الموضوعيه لخسروا كثيرا. فاحنا كنا مجهزين وحنرد، مش هنسيب حاجه من غير رد. لكن خلينا الاول اقول لك ليه انا فجاه قلت لك ما تيجي الحلقه دي، لان الحقيقه عايز اقول لك انت كنت شال كفنك على ايدك في صراعك في هذه المعركه، وانا معاك. صحيح، عشان نوصل للحظه دي. دي كانت تفاصيل مهمه جدا هنفكركم بيها، لكن بدايه هذه ابرز عناوين الحلقه. مقالي ومقاله، سابق عصره واوانه. الغربال، الاحتجاج، إثبات موقف وماذا؟ بعضمة لسانه، التنمر والتاءات الخمسة، الشموع الحمراء، الدكتور محمود بجنيد، أسرار الملك، فيليكس، الصفقة الذهبية، وأخيراً مجلتنا من 40 سنة. ده المحتوى بتاع حلقة النهاردة.